السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في الفيديو ده بس دارين نتكلم حاجة قصيرة عن الفرق بين السينيور ديفلوبر والجونيور ديفلوبر. طيب، أول حاجة خلينا نتفق إنه كونك تكون سينيور أو جونيور ما بيعتمد فقط على السنين، عدد السنين اللي أنت اشتغلت فيها مطور برمجيات أو ديفلوبر. زي ما بقول جيمرون، life is not just a passing of time. تمام؟ الحياة ما بس هي إنه شو عدد السنين اللي أنت عشتها، لكن هي collection of experiences، تجمع الخبرات أو تراكم الخبرات، خبرات متراكمة، their frequencies، تكرارها and intensity. فممكن يكون زول بتكرر عليه نفس المشكلة 20 سنة، هل الزول ده ممكن نقول إنه هو خبير؟ حاجة تانية، 200 يصنفوك جونيور و200 يصنفوك سينيور. برضو بتعتمد، يعني ممكن يكون السينيور والجونيور الاثنين يشتغلوا مجموعة من المشاريع، لكن في واحد عنده مهارات قيادية، واحد مركز بس مع نفسه انه يدوه تاسك معينة بينجزها على افضل وجه، وفي واحد تاني بيقدر انه يقود تيم ويعمل في شكل في عمل جماعي ويقسم المهام للفريق والفريق ينجزها. في الغالب الانترفيوي، الزول اللي بيعمل المقابلة الشخصية، لما يلتمس انه الشخص قادر على إدارة تيم، فحيغلبه على منافسه التاني اللي ممكن يكون عنده نفس الاكسبيرينس في المشاريع على الجوب حقة السينير بوزيشن. حاجة تالتة، المتقدمين للوظيفة، يعني كجونيور أو سينيورز، ممكن كلهم يتم سؤالهم عن أساسيات البرمجة، عن الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، عن الديتا ستراكشرز، عن الألجوريزمز. تمام؟ لكن السينيورز ممكن تجيه أسئلة عن الداتابيز أوبتمايزيشن وكده، وممكن يجي تجيه أسئلة أيضا عن هاو تو سكيل السيستم، بحيث إنه يستوعب عدد أكبر من اليوزرز، عدد أكبر من الترانزاكشنز. تمام؟ فممكن تجيه أسئلة زي دي، إضافة للأسئلة اللي يعني بتظهر الخبرة بتاعت إنه إذا حصل أي تقصير من فرق من أحد اللاعبين في الفريق، فما هو تصرفك المتوقع وكده. فأنا بس حبيت ألمح على حاجات صغيرة صغيرة الناس يعني تركز عليها أثناء بناء خبرتها، على أساس إنها دايما تلقى البوزيشن اللي هي يعني عايزاه. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.